كنا ملتفين حول قاضي التحقيقات السيد بيرموتييه نستمع لرأيه حول قضية سان كلو الغامضة. قبل شهر من جلستنا هذه كانت هذه الجريمة المستغلقة تثير الرعب في باريس. لم يكن أحد يفهم شيئا فيما يتعلق بهذه الجريمة. كان السيد بيرموتييه قد وقف مستندا إلى المدفاة يتحدث إلينا عن الجريمة ويجمع الأدلة ويناقش مختلف الآراء ولا يستخلص من كل ذلك شيئا. وكان عدد من النسوة قد تركن أماكنهن ليقتربن من القاضي ووقفن جميعا وقد تسمرت عيونهن على فيه الذي تخرج منه الكلمات رصينة. كنا يرتعدن ينتفضن ينقبضن من فرط شغفهن بالخوف من تعطشهن الدائم الذي لا يرتوي للشعور بالهلع وهو يسيطر على نفوسهن ويعذبهن كأشد ما يكون العذاب. وفي أثناء فترة من الصمت بادرت إحداهن وكانت أكثر شحوبا من الأخريات بقولها: يا للبشاعة، هذه القصة تدخل في إطار الأشياء الخارقة للطبيعة، لن يتمكن أحد من اكتشاف شيء بخصوصها. التفت القاضي إليها ليقول: نعم يا سيدتي، من الجائز ألا يتمكن أحد من اكتشاف شيء، ولكن فيما يتعلق بكلمة خارق للطبيعة التي استخدمتيها فهي في غير موضعها، فنحن أمام جريمة دبرت ونفذت ببراعة متناهية، جريمة يكتنفها الكثير من الأسرار لدرجة يصعب معها فصلها عن الظروف الغامضة التي تحيط بها، ولكنني كنت قد كلفت في الماضي بمتابعة قضية أستطيع حقا أن أقول أن أحداثها مزجت بشيء من اللامعقول، حتى إننا اضطررنا في النهاية لغلق ملف القضية لعدم توفر المفاتيح الكافية لإزالة الغموض الذي أحاط بها. وهنا نطق عدد من السيدات في الوقت نفسه وبسرعة حتى إن أصواتهن بدت كصوت واحد، نطقنا قائلات: حدثنا عن القضية. فابتسم السيد بيرموتييه برصانة القضاء وتابع حديثه قائلا: لا تعتقدن أنني افترضت ولو للحظة وجود عنصر يفوق قدرة البشر في هذه الجريمة، فأنا لا أعتقد إلا في الأسباب الطبيعية للأشياء، وأرى أنه بدلا من استخدام لفظ خارق للتعبير عن الظواهر التي نجهلها يجدر بنا استخدام لفظ معضل، ذلك أفضل بكثير. على أي حال، بالنسبة للقضية التي سوف أحدثكم عنها، فإن الظروف المحيطة والملابسات التي سبقت وقوع الجريمة هي أكثر ما أثر فيه. الآن إليكم الوقائع. كنت حال وقوع هذه الأحداث أشغل منصب قاضي تحقيقات في أجاكسيو، وهي بلدة صغيرة يغلب على بيوتها اللون الأبيض وتطل على خليج رائع تحيط به من كل اتجاه الجبال العالية. وكنت أكلف في هذه البلدة بقضايا الثأر بالتحديد، وهذا النوع من القضايا منه ما يتسم بالمأساوية إلى أقصى حد، ومنه ما يتسم بالشراسة، وأخيرا ما يتسم بالبطولية. فنجد في هذه القضايا أغرب قصص الانتقام التي يتخيلها العقل البشري، انتقام تشعل جذوته في النفوس كراهية قديمة متوارثة، وقد تهدأ لبعض الوقت ولكن لا تنطفئ نارها أبدا. كما نرى أيضا في هذا النوع من القضايا الحيل البغيضة، نرى حوادث القتل وقد تحولت إلى مذابح تأخذ طابع الملاحم والأعمال المجيدة. كنت خلال عامين لا أسمع إلا عن ثمن الدم، ذلك التعصب البشع الموروث لأهالي كورسيكا ومؤداه إدمار العداء للأشخاص بشكل متعصب والانتقام من كل من يوجه إهانة للآخرين، ويكون الانتقام منه سواء في شخصه أو في ذريته أو حتى أقاربه. وقد رأيت في هذا الصدد أطفالا وشيوخا وأبناء عمومة يذبحون، كان رأسي وقتها يعج بهذه القصص. وذات يوم علمت أن شخصا بريطانيا قد قام بتأجير فيلا صغيرة عند طرف الخليج لعدة سنوات مقبلة، وقد صحب هذا المستأجر البريطاني معه خادما فرنسيا جاء به من مارسيليا عند مروره بها،
وسرعان ما انشغل أهالي البلدة بهذا الشخص الغريب الذي كان يقيم بمفرده في هذه الفيلا ولا يخرج منها إلا لصيد الحيوانات تارة والأسماك تارة أخرى، فلا يكلم أحدا ولا يأتي للمدينة أبدا. وكان كل صباح يتدرب لمدة ساعة أو ساعتين على استخدام المسدس والبندقية، فسرعان ما نسجت الأساطير حوله، فالبعض يزعم أنه شخصية مرموقة فر من بلاده لأسباب سياسية، والبعض الآخر يؤكد أنه جاء يختفي في هذه البلدة بعد ارتكابه جريمة بشعة، حتى إن البعض لم يتوانى عن ذكر ظروف فظيعة أحاطت بهذه الجريمة. وأردت من جانبي بصفتي قاضي التحقيقات أن أجمع بعض المعلومات عن هذا الرجل، ولكن كان من المستحيل التوصل لأي شيء بخصوصه. كان يطلق على نفسه اسم السير جون رويل، وعلى هذا اكتفيت بوضعه تحت المراقبة الدقيقة، ومع ذلك لم تصلني أي معلومات تثير الشبهة حول هذا الرجل. إلا أن الشائعات حول هذا الرجل لم تكن تتوقف، بل كانت في ازدياد دائم واضطراد، الأمر الذي جعلني أعزم على محاولة رؤية هذا الغريب بنفسي. فبدأت أداوم على الصيد بشكل منتظم في المنطقة المحيطة بمكان إقامته. انتظرت طويلا حتى سنحت الفرصة لمقابلته، وكانت هذه الفرصة متمثلة في صيدي لطائر حجل. تصادف قنصي له أمام هذا البريطاني، أسرع كلبي بإحضار الطائر فأخذته على الفور، وذهبت لأعتذر للسير جون رويل عن هذا التصرف غير اللائق في حضوره، ورجوته أن يتقبل مني صيدي. كان هذا البريطاني ضخم البنيان، وكان شعر رأسه وذقنه أحمر، كان لفرط طوله وضخامته أشبه بهرقل، وكان في الوقت ذاته هادئا ومهذبا، لم يكن بهذا الجفاء المعروف عن البريطانيين. فقد شكرني على تصرفي اللطيف جزيل الشكر بفرنسية تتضح فيها اللكنة الإنجليزية، ومنذ ذلك اليوم وعلى مر شهر كامل قد تحدثنا معا 5 أو 6 مرات. وذات مساء كنت مرا أمام منزله، فرأيته جالسا يدخن غليونه في حديقته، فألقيت عليه بالتحية فدعاني لأشرب معه كأسا من الجعة، فقبلت على الفور. استقبلني ذلك الرجل بكياسة وأدب البريطانيين الجم، وأثنى كثيرا على فرنسا وكورسيكا، وصرح لي بفرنسية كثرت بها الأخطاء النحوية عن ولعه الشديد بهذا البلد وذلك الشاطئ. وعندئذ بدأت أطرح عليه بعض الأسئلة عن حياته ومشاريعه، وذلك بكثير من الحذر وفي صورة اهتمام شديد في الوقت ذاته، فأجبني بدون ضجر، وأخبرني عن أسفاره المتعددة إلى إفريقيا والهند وأمريكا، وأضاف ضاحقا: نعم لقد قمت بالكثير من المغامرات. نعم. ثم أخذت أتكلم معه عن صيد الطيور والحيوانات، فقص على مسامعي أغرب التفاصيل عن صيد فرس النهر والنمور والفيلة والغوريلا أيضا. فقلت له: كل هذه الحيوانات التي ذكرتها خطيرة جدا. فابتسم وقال: كلا، الأسوأ من كل ذلك الإنسان. ثم أغرق في ضحك عال كأي بريطاني سعيد، وقال: كثيرا ما قمت بصيد الإنسان أيضا. وانتقل بعد ذلك للحديث عن الأسلحة، ودعاني للدخول إلى المنزل ليريني بعض البنادق المختلفة التي يملكها. كان لغرفة استقبال الضيوف كسوة من الحرير الأسود المطرز بخيوط الذهب، وكانت زهورا صفراء كبيرة تغطي مساحات من ذلك النسيج الأسود القاتم فتعطيه بريقا وكأنها كتل من لهب. صارع مضيفي معلنا: كنت قد اشتريت هذا القماش من اليابان. ولكن أكثر ما أثار انتباهي في هذه الغرفة كان شيئا غريبا معلقا في وسط أكبر إطار في المكان، كان ذلك متمثلا في جسم أسود قد علق بشكل بارز فوق مربع من القطيفة الحمراء. اقتربت لأتفحص هذا الشيء، فوجدت أنها يد بشرية، لم يكن هيكلا عظميا ليد في شكله الأبيض النظيف، بل يد سوداء متيبسة أظافرها صفراء تكشف عن عضلاتها وعليها آثار دماء قديمة،
دماء بدت وكأنها قذارة تعلو العظام التي بترت بشكل حاد، كما لو أنها تلقت ضربة فأس عند منتصف الساعد. وحول المعصم كانت تتدلى سلسلة حديدية، وقد شدت جيدا على هذا الجسم غير النظيف ليعلق منها إلى الحائط باستخدام حلقة قوية جدا تصلح لقيادة فيل. سألت مضيفي: ما هذا؟ أجاب في هدوء وبلغة فرنسية رقيقة: كان هذا هو ألد أعدائي، جاء من أمريكا، وقد قطعت هذه اليد بالسيف وسلخت بواسطة حجر قاطع، ثم تركت لتجف في الشمس لمدة 8 أيام. آهن، كم أسعدني ذلك. أقدمت على لمس هذه البقايا الآدمية التي لابد وأنها كانت لشخص غاية في الضخامة، فقد كانت الأصابع فاحشة الطول تربطها ببعضها البعض، أوتار ضخمة تتحكم فيها شرائح من الجلد المستطيل. كان منظر هذه اليد المنسلخة المشوهة مفزعا، كانت رؤيتها تثير في الأذهان صورة انتقام وحشي. فقلت له: لابد وأن هذا الرجل كان قويا جدا. فأجاب مضيف الإنجليزي بهدوء: نعم حقا، ولكني كنت أقوى منه، لقد وضعت هذا القيد حول معصمه لأمسك به. ظننت أنه يمزح، فقلت له: ولكن هذا القيد أصبح لا فائدة منه الآن، فهذه اليد لن تهرب على أي حال. عاد السير جون رويل يقول برصانة: بل كانت دائما تحاول الفرار، فكان بقاء هذا القيد حولها حتميا. وبنظرة سريعة أخذت وتفحص وجهه في محاولة لإيجاد إجابة عن تساؤلي: أهو مجنون هذا الشخص أم ثقيل المزاح؟ ولكن ظل وجهه هادئا ودودا لا ينم عن شيء. فأخذت أتحدث في موضوعات أخرى وأبدي إعجابي بالأسلحة، غير أنني لاحظت وجود 3 مسدسات معبأة وضعت فوق قطع الأثاث، كما لو أن هذا الرجل يعيش في خوف وتحسب دائم لأي هجوم. عدت لزيارة هذا الإنجليزي عدة مرات بعد ذلك، ثم توقفت عن ذلك. كان الجميع قد تعود على وجوده ولم يعد يشكل محور اهتمام لأحد. مر بعد ذلك عام كامل، وذات صباح قرب نهاية شهر نوفمبر جاء خادمي يوقظني ليخبرني بأن السير جون رويل قد قتل في الليلة السابقة. وبعد مرور نصف ساعة كنت قد وصلت إلى منزل السير الإنجليزي مع المأمور والنقيب. كان الخادم قد وقف يبكي أمام الباب وهو في غاية الاضطراب والحزن. حامت شكوكي أول الأمر حول هذا الرجل، ولكنه كان بريئا. على أي حال لم يتم أبدا التوصل إلى الجاني. عند دخول حجرة استقبال الضيوف الخاصة بالسير جون، كان أول ما وقعت عليه عيناي جثته المسجاة على الظهر في وسط الغرفة. كان الصدري الذي يرتديه القتيل ممزقا، وقد انتزعت إحدى الأكمام من مكانها وتركت تتدلى. باختصار كان كل شيء يدل على أن قتالا ضاريا قد وقع. مات ذلك الإنجليزي مخنوقا، كان وجهه المسود المنتفخ والمخيف تكسوه علامات ذعر رهيب. كان يقبض بأسنانه على شيء ما، وكانت رقبته تغطيها الدماء وقد بدا واضحا فيها آثار 5 ثقوب. يظن المرء عند رؤيتها أنها آثار حواف حديدية حادة. بعد قليل انضم إلينا طبيب وأخذ يفحص لمدة طويلة آثار تلك الأصابع في الجثة، ثم نطق بتلك الكلمات الغريبة: كأن هيكلا عظميا قام بخنق هذا الرجل. شعرت عند سماعي هذه الكلمات برعدة تسري في جسدي، ونظرت على الفور للحائط، وبالتحديد لتلك النقطة التي رأيت اليد المسلوخة معلقة بها من قبل. لم تكن اليد في مكانها، وكان القيد محطما وما زال يتدلى على الحائط. فتوجهت نحو جثة القتيل ووجدت فمه مفتوحا في حالة تشنج، وقد أطبق على إحدى أصابع تلك اليد المفقودة. كانت أسنان القتيل قد قطعت، أو بالأحرى نشرت الإصبع عند العقلة الثانية تحديدا. بدأنا بعد ذلك في إجراء المعاينة ولم تسفروا عن أي اكتشاف محدد، فلم يكن هناك أي أثر للعنف على الأبواب أو النوافذ أو الأثاث. حتى كلاب الحراسة لم تكن قد استيقظت من سباتها. وقد جاء الآتي في أقوال خادم القتيل:
قبل شهر من وقوع حادثة القتل بدأ الاضطراب واضحا على سيده. كان يتلقى خطابات كثيرة ويحرقها فور تسلمه لها، وكثيرا ما كانت تنتابه ثورات غاضبة عارمة كأنها مس من الجنون، فيتناول صوتا وينهال ضربا على تلك اليد المتيبسة المعلقة إلى الحائط والتي اختفت وقت حدوث الجريمة ولا أحد يدري كيف. كان يأوي إلى فراشه في وقت متأخر جدا ويغلق باب حجرته دونه بإحكام، وكان يحرص دائما على وجود أسلحة في متناول يده، وكثيرا ما كان يعلو صوته في الليل وكأنه يتشاجر مع أحد. وفي ليلة مقتله بالتحديد لم يصدر أي صوت من حجرته على غير العادة، حتى إن الخادم لم يكتشف مقتل سيده إلا عندما ذهب يفتح نوافذ حجرته، ولم يتهم الخادم أحدا. ومن جانبي أطلعت القضاة والضباط على كل المعلومات التي كنت أعرفها عن القتيل، وأجري بعد ذلك تحقيقا دقيقا موسعا في الجزيرة حول هذه القضية، ولكن أبدا لم يزح الستار عن غموضها. هذا وبعد مرور 3 أشهر على الجريمة، انتابني ذات ليلة كابوس مفزع خيل إلي خلاله أني أرى اليد، تلك اليد المخيفة تزحف كالعنكبوت تجري على برادي وجدران منزلي. استيقظت من نومي فزعا 3 مرات، ثم عدت للنوم مرة أخرى. 3 مرات رأيت فيها هذا المخلوق الآدمي القبيح يثب ويركض حول حجرتي محركا الأصابع وكأنها أطرافا تساعدها على السير. وفي صبيحة اليوم التالي أحضر لي بعضهم تلك اليد، كانوا قد وجدوها في منطقة المقابر وبالتحديد فوق قبر السير جون رويل الذي دفن في البلدة ذاتها، حيث لم يتمكن أحد من التوصل إلى عائلته. كانت إصبعي السبابة قد اختفت من اليد. تلك هي قصتي سيداتي، ولا أعرف أكثر من ذلك. بعد تلك الروايات بدت السيدات شاردات شاحبات مرتعدات وصرخت إحداهن، ولكن أية نهاية هذه؟ ليس بها تبرير لما حدث، لن تعرف جفوننا النوم قبل أن تخبرنا بما حدث في رأيك. وهنا ابتسم القاضي بصرامة وقال: رأيي في هذه القضية سيداتي سوف يفسد عليكن بدون شك أحلامكن وتخيلاتكن المفزعة، فالتفسير في رأيي ببساطة هو أن الشخص الذي كانت قد قطعت له هذه اليد لم يمت، وأنه عاد لاستردادها مستخدما في ذلك يده الأخرى. هذا ولكنني لا أعرف مثلا كيف تسنى له ذلك، ولكنها على أي حال صورة من صور الثأر. همست إحدى السيدات: كلا، لا يمكن أن يكون هذا هو ما حدث. ما زال القاضي على ابتسامته وقال مختتما حديثه: ألم أكن لكن إن تفسيري لن يروقكن؟ تمت بحمد الله.